لتتبيلة الفراخ المشوية. عندي هنا فرختين، الحجم يكون صغير، يعني بنجيبها تقريبا كيلو، كيلو 200، علشان لما تتشوي تستوي بسرعة وما يبقاش فيها دم من جوه. وفي نفس الوقت لو كبيرة هضطر أسيبها فترات طويلة على الجريل عشان تستوي، هتكون نشفت. فالأفضل دايما إن احنا نجيب فراخ صغيرة من كيلو لكيلو 200 علشان تستوي بسرعة من غير ما تنشف ومن غير ما يكون فيها دم من جوه. الفراخ جبناها فتحناها من الظهر بالسكينة أو المقص، نظفناها كويس جدا من كل الزوايد اللي فيها، نقعناها في لتر مية من الحنفية، عليه معلقة كبيرة خل أبيض، معلقة كبيرة من الملح الخشن، ربع كوباية من الدقيق الأبيض. نقعناها لمدة 10 دقايق، ربع ساعة، وبعدين صفينا كويس جدا، شطفنا كويس جدا، وجهزناها للتتبيلة. التتبيلة بقى عبارة عن إيه؟ بصل، طماطم، ملح وفلفل، قرفة، عصير ليمون، زعتر فريش، ثوم، مستردة، لبن رايب، سكر، حبهان بودرة، مستكة. البدايل بقى، اللبن الرايب ممكن أحط بداله زبادي، السكر ممكن أحط مكانه عسل، الزعتر ممكن أحط معاه روزماري أو بداله روزماري أو بدالهم هما الاتنين ريحان، الطماطم لو ما عنديش طماطم فريش ممكن أستخدم كاتشب أو صلصة. دي البدايل بتاعتنا. تعالوا بقى إيه، نقول بسم الله ونجيب السكينة، كله في الكبة، هحط كله في الكبة مع بعضه. البصل، وانا بحب ادي ضربة الاول للبصل مع التوابل وبعدين انزل الباقي، اولا عشان اديله فرصته يبقى مضروب كويس، ثانيا علشان اتبله كويس جدا وانزل ميته مع التوابل، وبالتالي اتبل الفراخ بعد كده بالتتبيلة دي، وكمان علشان البصل ما يزفرش يعني، فهي اكتر من هدف صراحة. فاول حاجة هحطها هي البصل، واحط معاه عصير الليمون، وممكن مع عصير الليمون احط خل ابيض، قرفة، مستكة، حبهان بودرة، زعتر، عندي فريش فمش هستخدم المجفف بصراحة، وبعدين اضرب الاول ضربة. بسم الله. ملح وفلفل، وبعدين هحط الباقي بقى كله. ادي الثوم، مستردة، سكر، معلقة كبيرة، طماطم، هضرب الاول وبعدين احط اللبن الرايب. بسم الله، او ممكن احطه هنا وهو شغال. بسم الله. شكرا كده، تمام جدا التتبيله.